عليكم خواتي، شراكم ان شاء الله تكون لاباس. عندنا اليوم شرح الايدروب الذي نزل اليوم، كما كان المحدد كما قال الموقع. هذا هو الايدروب، لكن المعلومات المهمة سوف ندخل في الشرح. نذهب نأتي هنا، ننسخ الرابط ونذهب إلى تريسوالت، نضع الرابط هنا هكذا، اضغط اوكي، نغير سمارت شين. ما تنسوش عندما تدخلون الموقع يطلب منكم محفظة بين سمارت شين، تضعها، تضغط وتضيف الايميل لكي يفتح معك الموقع، وتظهر العملة، تظهر العملة الخاصة بك. المهم وين نروحوا لهنا، نضغط هنا ويدراو هنا هكذا. كما تلاحظوا عندنا 100 مليون قطعة، هذه تاع الاي دروب، وهذه تاع الإحالات 150 مليون قطعة. كيف نقوم بالسحب؟ نضغط هنا فقط كونكت واليت. سوف تتفاجؤون الآن، يطلب الاحتساب الرسوم 11 دولار. احنا واش نديرو؟ نعاود نرجعو لهنايا، نرجع الموقع تاعنا. كما تلاحظوا طلب علينا 11 دولار. بالك تحفي هذه الغلطة وتقوم بالسحب، لأن العملة 100 مليون ماهيش راح تجيب، ما راهيش راح تجيب لك تجيب لك تجيب لك أكثر من 11 دولار. ولهذا سوف أدخل هنا بنك سواب وتشاهدون بأنفسكم. إذا درنا سي سي دوك هكذا، بدلنا اليو اس دي تي، ونكتب 100 مليون. بنك سواب ثقيل بزاف، لان هناك كثير كاين بزاف اللي راهم يسحبوا. كما تلاحظوا خاوتي، كي نديروا 100 مليون تطلع لنا 7 دولار، والموقع يطلب اكثر من ذلك. لذلك واش نديروا حنا هنايا؟ نديروا الرقم اللي عطاهولنا تاع الاحالات، نديروا 85. يعني جيني 67 دولار. لهذا أنصحكم بشدة ما تغامروش وما تسحبوش العملة من هنا، لأن العملة راهي طايحة. هي يطلب الاحتساب الرسوم 11 دولار، وهي كي تسحبها تعطيك 7 دولار، اسما راك انت خاسر في لافير. انتظر حتى 9 أكتوبر واسحب، واسحب ال 9 سبتمبر، واسحب العملة، اسحب الإحالة الخاصة بك. حتى ولو كانت عندك 10 إحالات، لأنه قلنا لكم الأول يجب عمل الإحالات، يعني أي دروب لازم له إحالات. تدخل الموقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام، على اليوتيوب، انشر الرابط تاعك مع صديق تعرفه قال خويا هكذا سجل في الأي دروب هذا، لو كان خاطئ كذا من دي سجل لي نورمال عادي. المهم مع الإخوة، مع الأصدقاء، مع الأهل، باش تطلع لي عندك الإحالات وتكسب، راهي كما نقولوا راهي فايدة لك. كان هذا هو الشرح خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص العقد، العقد العملة تلقاوه لهنايا. سيدي باش نقول لكم العقد العملة، العقد العملة كي ندخلوا الموقع لهنايا سي سي دوك، نازل أسفل هكذا، عقد العملة سوف تجدون أسفل الفيديو، ما نطولش عليكم.
مش راح نشوف الماتش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.